وجهت الدكتورة هيبو مؤمن أسوي وزيرة الشباب والثقافة الجيبوتية الشكر لوزارة الثقافة المصرية لمبادرتها بتزويد المكتبة الوطنية الجيبوتية بمجموعة من الكتب في شتى التخصصات الأدبية والفنية والعلمية، مشيرة إلى أن هذه المجموعة تمثل النواة الأولى لإنشاء قسم مصري في المكتبة، كما أنها ستثري الجناح الخاص بالكتب العربية في المكتبة بشكل عام، معربة عن تطلعها إزاء مشاركة مصر بجناح كبير في النسخة القادمة من معرض جيبوتي الدولي للكتاب والمقرر إقامته مطلع العام القادم تحت عنوان المسرح. من جانبه قال الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة إن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا مكثفا مع الدول الإفريقية في المجال الثقافي ضمن مبادرة تحمل اسم جسور الكتب.